حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.